حبيبي جواسة كانت قلبي بحبش تاني وراك. انتو فرافير بتوع بابي وماما يلا انتو خدتوا قوة. انا هي 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 زيزو المايسترو عدت حضن وحنون هربان ومش موجود. ما انا لما فتح عيني بشوف ده ماير سود. طب بص شوف عينيك مين اللي بقى عليك هتلاقي اقرب ماليك سكاكين بتجرح فيك. يا عيون ما متسبيش تنظر وما تسميش اهوى ولا موت ولا عيش مظلوم من صغر سني. انسان ما بتدابين ملك ما بتشادين الصبر اخره لفين عشان انا جبت اخري. على بعض ليه بندوس اسود النفوس الكل شكله المال قايل عن ابويا فلوس. مخطوف في نار وجحيم مكسور يا ريتني سليم ياللي انتوا خدتوها قوة. انا ليه يا رب كريم فوقوا لا تفوقوا تاكلوا جزامة انتوا فرافير بتوع بابي وماما. جم يحاربونا جدي وهابونا نزلوا قدامنا دخلوا دوامة. اصحى يا زمانة فوق لأسابينا كرموز جهدي دي أقوى مدينة. قشطة الجد العادل الجندي للنزاهة تتباهى بينا. صاحبي اللي أنا مأسسه بين صحبة مميزه بالغالة أنا مدمنه عمري ما أرخصه. ايها مخلوق طب اعمل ايه تاني
مصر الامبراطور والتوني صوت الشعب دخلة وقلب اني ما بقولش لحد اسف ده كلامنا خمسة عليه جاي من شمس الناس قلت يا عم دي اقوى وحوش ريحته مالي احذر في جيوش بيكتروا اللي بيجي يتشاقى ملهبش من قلي ولا خرطوش احذر الشد لو يتشاكل مش هتصدوا معاه في مشاكل قشطه الجنتل ده اللي اتصيد ورجولته بمليون راجل الحمل تحلف انه رجوله عمره على صاحبه ما قال اولى مثل الريس عادل الجنتل على ايده خالصه يا ماما محموله في الحرب دايما مكتوب اسمه هيعور اللي جاي بجسمه كريستيانو شالون يا رياسه الحبل عالجرار مع خصمه معظمه دايما بارز خطوته تقلب بكوارث بحالها مصطفى يونس ده الفارس احلى مسا بالجولة جاي ليه ده الادارة ولا يعلى عليه اصحى المتمكن ده القدة اي حد يتشرف بيه الرجولة يا مساكنة مكانه تيجي وتسوقوها منه تتهانوا الزعيم حمو افدينا خالص اي كلام علشانه نغلب الحمال صعب تغلبنا احنا مين سيدنا في حروبنا المسا ده علشان الموشة الموشة ريس على كوكبنا هنقول على حمو فلو كاس المسا جايلك يا زعيم حدي الحضرة حضرة بجيوشها الحمل جابني هيب وحوشها لو في يوم هدوا الحكاية هيعوروا الأغصان في وشوشها الشياكة تحلف بحياته تحت رجله يا عم كشاته النزاهة زي داك على الحمل يحدف طلقاته اسمك عالي تملي لفوق انت يا زملا فوق الشوق مودي سعيد قلبه بويته مش بيهيب ايها مخلوق حمل وفي الحرب تيجي تكاملوا هاتوا سكاكين قدامه واتعاملوا ابن المعلم عالي صلاح ده الادارة ومحدش حمله انت اخويا اسمك في العالي اصل الغالي في القلب ده غالي حسن الحلواني لو يغامر علشانه هنضرب بالقالي للصبح جاي انا هضرب نار الفرح جالنا مدرسة